حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد المتعلقة بالتوحيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يذكر الأمة بما قد يغفل عنه الإنسان مع زخارف هذه الدنيا، يذكر بقصر الدنيا ويذكر بإتيان يوم القيامة، وهذا أصل من أصول الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. قال لم يبقى لما دنت الشمس على الغروب، يعني ستغرب، قال لم يبقى من دنياكم فيما مضى إلا ما بقي من يومكم هذا.